ابتدينا نشتغل على ان احنا نعمل تطوير، عملنا زياره لكل المراكز وابتدينا نعمل تطوير على مستوى هذه المراكز عشان ترتقي بالمستوى التكنولوجي العالي، ويبقى موجود عندي في كل مركز تدريب معمل للغات ومعمل للحاسب الالي، عشان السوفت سكيلز النهارده اهم شيء. حتى لو انا بدرب حرفي، لازم الحرفي ده يبقى عارف ازاي يتلقى ايميل بشكل معين، ازاي يبعت ايميل بشكل معين، ازاي يعرف المصطلحات اللغويه باللغه الانجليزيه للمعدات اللي بيستعملها في حرفته. فكان ده الاهتمام. انتهينا لغايه دلوقتي من تطوير 12 مركز تدريب ومستكملين 38 مركز. واحنا في الطريق اكتشفنا ان عندنا القوى العامله تمتلك 13 وحده تدريب متنقله عدى عليها 25 سنه او 26 سنه، موجوده ومتوزعه في بعض. طيب بعتنا لجنه تشوف الوحدات دي شكلها ايه، لقينا ان الوحدات مرميه في الشوارع اللي في المحافظات ديت، متهالكه، تمام، ما بتدربش حد. فقلنا طيب نسحب الوحدات دي عشان نبتدي نعيد تهيئتها مره اخرى، ونحاول قدر الامكان ان احنا نستفيد منها، لان هي فكره وحده تدريب متنقله دي بتعالج مشكله في التدريب. التدريب النهارده احنا بنتهايل على الشباب انه يجي يتدرب على مهنه او حرفه، مش بقول له حتى لو هو مؤهل عالي، مش بقول له تعالى خد الحرفه او المهنه عشان تبقى صنايعي، لا، انا بفكر لك انك بعد ما تاخد الخطوه دي انك تبقى صاحب عمل. لو بنتكلم على اي حرفه، الكريتال، الحديد، اتعلمها عشان تعرف تديرها، عشان لما تيجي تعمل مشروع يضحك عليك ويسرقك، تبقى انت عارف تدير مشروعك. هي دي الفكره العامه اللي احنا كنا بندور عليها في مساله التدريب المهني. فلما جبنا العربيات لقينا ان ال 13 وحده متهالكين، فعملنا بروتوكول مع صندوق التدريب ان احنا نأهل العربيات دي من اول وجديد. عملنا تأهيل من خلال شركه من شركات قطاع الاعمال لوحدتين، لكن لقينا ان في نوع من انواع التعطيل والوقت عندهم بياخد وقت طويل. فالديوان عام وزاره القوى العامله فيها ورشه صغيره فيها حوالي 7-8 حرفيين عندهم بعض المعدات، فلقيتهم هم اللي بيطلبوا مني ان احنا نعمل هذه الوحدات. فقلت ما اجرب، ادوهم وحده يعملوها. ال 13 وحده هم عملوا 11 وحده، الشركه دي بتعمل وحدتين فقط، هم انهوا ال 11 وحده في نفس توقيت انهاء الوحدتين، ودي تعتبر بالنسبه لنا قيمه مضافه. لما يبقى عندنا ورشه قادره على انها تعد وتعيد تهيئه هذه الوحدات، ده امر انا شخصيا بعتبره بالنسبه للقوى العامه قيمه مضافه. فدي المجالات اللي احنا بنحاول ان احنا ننميها ونحاول ان احنا نعمل لها تطوير داخل القوى العامه. ودايما انا بقول لزمايلي في الوزاره وفي المديريات ان احنا لازم نبقى حريصين على مبدا الاستدامه. انا مش بعمل حاجه عشان تتصور في عهد محمد سعفان ويقولوا ده هو اللي عمل، لا، انا عايزكم تعملوا حاجه تعيش معاكم عشرات ومئات السنين، اللي فيكم هيطلع على المعاش يسلم زميله اللي بعديه، وزميله اللي لسه هيخش الوزاره او المديريه بعد كده يعرف ان في منظومه بتخدم اولا ولادنا وبناتنا على مستوى الجمهوريه، ويكون في النهايه بنضيف لبلدنا حاجة من خلال هذه المهام. ده ببساطة يعني عشان ما اطولش على حضراتكم، وانا اسف ان انا اطلع. ومعالي المحافظ دكتور ممدوح وراد اللي هو طبعا صاحب البيت.
طبعا انا زي ما قال فعلا معالي الوزير، فعلا وجوده شرف لينا واضافه كبيره جدا لمجلس الجامعه ولجامعه الزقازيق. فانا بشكره ان هو يعني طبعا ان هو قدر ان هو يكون معانا رغم كل مشاغله. ولو تعرفوا مدى حرصه امبارح ان احنا اجلنا الميعاد، قدمنا الميعاد، ده يعني دليل ان هو كان حريص فعلا ان هو يكون موجود في وسطينا النهارده. فانا بشكره شكر كبير جدا.